والله يا شيخ، انا حلمت ان انا بقرا سوره الاخلاص وسوره المعوذتين، بس بقراهم في عجله بسرعه شديده، طيب وان انا شفت المسجد الاقصى. ما شاء الله. وعلى طول دايما بحلم ان انا دايما بقرا قران وبستعيذ بالله، بس دايما ان انا يعني زي ما يكون في شيطان او في حاجه وانا بقرا عليه القران ده، طيب بس دايما بقرأ. ساعات بيبقى فيه تقل في لساني، وساعات بيبقى فيه سرعة بقرأ بسرعة شديدة جدا، وساعات بيبقى فيه تقل وعمال بتأتأ، بس بحاول ولازم بقرأ وبقرأ وبستعيذ بالله. حاجة سيدتي الكريمة، عشان تكوني بس على بينا، انت لما بتيجي تقرا اذكار الصباح والمساء بتحس ان راسك مشتتة وما انتش منتبهة في قراءة الاذكار اللي انت بتقرأيها، صحيح؟ حقيقي حقيقي طبعا الرؤية اللي جات لك ديت هي عبارة عن رسالة ليك من الملك الموكل بيك، انك انت لازم لما تيجي تقرا الاذكار بتاعت الصباح والمساء تسيبي كل حاجة في ايدك وتدخلي في غرفة مثلا لوحدك وتقعدي تقري في الاذكار وتستحضري ما تقوليه من الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا والأدعية، بحيث إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل سوء ويحفظك من أعين وأنفس الجن. فمعنى إنك أنت تشوفي نفسك إنك أنت بتقرأي الإخلاص وبتقرأي المعوذتين، فمعناته إنك أنت مطالب منك إنك أنت تقرأيهم بتريث وإنك أنت تجعليهم ورد ليكي في أذكار صباحك وأذكار مسائك، وفي نفس الوقت ما تخليش أي حاجة تشغل بالك ولا فكرك نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا أولا. تمام. ثانيا، هل انت بتعاني من اي الام في جسمك؟ بتعاني من الم فين؟ في مفاصل رجليا، ودايما في ألم في معدتي، طيب بالنسبه للمفاصل، وشعر بيقع بطريقة صعبة، بتقولي ايه؟ وشعر بيقع بطريقة رهيبة، هو شعر يعتبر كله وقع. خدي فيتامينات للشعر وان شاء الله هننزل وصفه ليها. قولي بسم الله كده، بسم الله قولي بسم الله كمان مره. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنت بتصلي الصلوات في وقتها؟ الحمد لله. طيب قولي بسم بس الله. بقالي إيه؟ بقالي حوالي 10 أيام ممكن أفوت شوية، لا مش يعني عايز، مش مصليهاش، يعني ممكن مصليهاش في وقتها. أنا مش عايزك إنك أنت تفوتي تاني، تمام؟ بس قومي دلوقتي حركي رجلك، رجلك هتطرشق الركب بتاعتك إن شاء الرحمن، سيب الموبايل وحركي رجلك وارجعي مرة تانية. يا شباب ندوس لايك ونعمل مشاركة فضلا وليس أمرا، عشان يوصلك إشعار بالبث المباشر ويوصلك إشعار بالحلقات اللي إحنا بنعملها. تمام يا شيخ. طقت رجلك صح؟ لا طيب قومي حركي رجلك مرة تانية وشديها، هتبص تلاقي الطق والألم اختفى. اختفت الآلام اللي موجودة في رجلك صح؟ طبيعي. طيب طقت الرجل معاك ولا ما طقتش؟ لا هي ما طقتش، بس حاسه براحه، يعني قبل ما اكلمك كان فيها وجع، طيب بس الوجه، دلوقتي حاسه ان مفيش راحه، مفيش وجع. طيب انا عايزك انك انت بس تحركي ركبك بصيغة شديدة جدا، مش هتلاقي فيها اي الم نهائيا، تمام؟ تمام راحت جميع الآلام اللي موجودة في ركبك صح؟ طيب ايوه بس كده خلاص. حقيقي. عايزك بقى انك انت تحافظ على اذكارك كويس يا اختي الكريمه، عشان ما تعبيش تصابي مره ثانيه باي اذى من الشياطين، اوكي؟ طيب وان انا شفت المسجد الاقصى، رؤيه المسجد الاقصى دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعل من نسلك من يصلي فيه. والله اعلم. اللهم امين، بارك الله فيك، اللهم مع امين، السلامه. معلش.